ها طمني يا دكتور. كله هيبقى زين، هو محتاج يومين راحة وهيبقى كويس مع الوقت. مش هوصيك يا دكتور، اوعاك حد يعرف أي حاجة عن الحكاية دي. اطمن يا عمدة، أنت خيرك مغرقنا. أستأذن أنا. طيب. ولو في أي حاجة شيع لي حد. السلام عليكم. تشكرين يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارتاح دولوك رماح، ارتاح وربك هيسويها. الحق فارس يا حاج. بعدت له نبوي رجاله وإن شاء الله يلحقوه. نبوي عملت إيه؟ ما تنطق يا نبوي، إيه اللي حصل؟ اتكلم يا واد. فارس تعيشوا أنتوا. فارس حول ولا قوة إلا بالله. حرق قلبي عليك يا ولدي، يا حرق قلبي عليك يا فارس. حج شرقاوي عايز أأمنك أمانة. قول يا رماح. الرجالة اللي جات معايا والرجالة اللي لساتهم جايين في الطريق، أمانة في رقبتك. لو ربنا ما كتب ليش السلامة خدهم تحت ظلك، اوعاك تسلمهم لسرحان. نخيل أرضكم وديارنا دياركم، وانت هتقوم بالسلامة رماح. شد حيلك. لو ربنا ما ادف عمري مش هسيبك يا سرحان، ولا هسيب طارك يا فارس. آه يا ولدي. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.